السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توزعت 4 جسيمات صغيرة ومشحونة على رؤوس مربع طول ضلعه 15 سنتيمتر. احسب القوة الكهربائية المؤثرة في الجسيم ذي الشحنة 3، إذن كيو 3. نجي للرسم. كيو 3 تقع في مجال 3 شحنات، إذن هناك 3 قوى تؤثر على كيو 3. القوة الأولى هي F 2 3. لماذا أخذت هذا الاتجاه؟ لأن كيو 3 سالبي وكيو 2 سالبي، سالب مع سالب تنافر. القوة F 4 3. ليش أخذت هذا الاتجاه؟ لأن الشحنة الرابعة سالبي والشحنة الثالثة سالبي، سالب وسالب تنافر. القوة الثالثة ستأخذ هذا الاتجاه F 1 3. لماذا أخذت هذا الاتجاه؟ لأن الشحنة الأولى موجبة والشحنة الثالثة سالبة. بيبقى عندنا تحديد الأبعاد. R 2 3 هي طول أحد أضلاع المربع وتساوي 0.15 متر، و R 4 3 أيضا بتساوي طول أحد أضلاع المربع وتساوي 0.15 متر. قطر المربع R 1 3 مجهول، نقدر نحسبه. إذن R 1 3 ويساوي جذر التربيعي ل15 للتربيع زائد 15 للتربيع ويساوي ل21. هلا بنحسب مقدار القوى. القوة F 1 3 وتساوي لثابت كولوم في Q 1 في Q 3 على R 1 3 للتربيع. بالتعويض والحساب بتطلع معنا 1.5 نيوتن. ما بننسى انه الميكرو عبارة عن 10 أس سالب 6. هلا F 2 3 وتساوي لثابت كولوم في الشحنة الثانية في الشحنة الثالثة على البعد اللي هو R 2 3 للتربيع. بالتعويض والحساب بتطلع عنا 5.76 نيوتن. F 4 3 وتساوي لثابت كولوم في الشحنة الرابعة في الشحنة الثالثة على R 4 3 للتربيع وتساوي كجواب 8.64 نيوتن. هي حسبنا القوى المؤثرة عليها. لو نظرنا لمخطط القوى المؤثرة على الشحنة الثالثة منلاحظها 3 قوى تقع في مستوى واحد ولها هذا الشكل. هذه F 4 3 وهذه F 2 3 وهذه F 1 3. الزاوية هذه 45 وهذه أيضا 45. منحلل القوة F 1 3 إلى مركبتيها. المركبة هذه هي عبارة عن F 1 F 1 كوساين 45، والمركبة الثانية هذه عبارة عن F 1 3 ساين 45. هلا بنجمع القوى على المحور اكس وعلى المحور واي. مجموع القوى على المحور اكس وتساوي عندنا اف 4 3 بالاتجاه الموجب واف 1 3 كوساين 4 5 في الاتجاه السالب. بالتعويض والحساب بتطلع عندنا F على المحور X F على المحور X وتساوي 7.58 نيوتن. هلا مجموع القوى على المحور Y F Y وتساوي عندنا F 1 3 ساين 4 5 على في الاتجاه الموجب سالب F 2 3 في الاتجاه السالب.
إذن هذه بالاتجاه الموجب وهذه بالاتجاه السالب. بالتعويض والحساب بتطلع عنا مساوي لسالب 4.7 صفر نيوتن. لو جينا بدنا نرسم مخطط القوى هذا، بيكون عنا مخطط القوى له هذا الشكل، هذه F Fx وهذه F Y. إذن F المحصلة وتساوي الجذر التربيعي 7.58 للتربيع زائد 4.70 للتربيع. F المحصلة، بتساوي 8.92 نيوتن. المحصلة وين هي المحصلة؟ بنكمل الشكل هذا لمتوازي أضلاع، بتكون هذه عبارة عن F المحصلة. بدنا نحسب زاوية ميلة هذا مع Fx، نستخدم سيتا وتساوي لتان سالب المقابل اللي هو Fy المجاور Fx. ناخذ ظل الزاوية وتساوي لها بالتعويض والحساب تطلع لنا 3.1. هاي إذن المحصلة مقدارها، هي مقدارها وهذا اتجاهها، وهذه رسمتها النهائية.